للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو. سيدي يوسف مرحبا بك. السلام الله عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. نعم سيد يوسف، يعني التصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص يعني أن حفتر يمكن أن يخرج من المشهد السياسي في أي لحظة، هل برأيك من الممكن أن نشهد تغيرا جذريا في المشهد السياسي الليبي؟ طبعا لابد أن نقول بناء على الاتفاقية الأمنية التركية الليبية مع الحكومة الوفاق وهي الحكومة الشرعية انقلبت الموازين وتغيرت الأمور، وبالتالي أصبح هنالك نتائج إيجابية على الأرض، وتم فك الحصار عن طرابلس، وتم التقهقر والفرار، وأصبحت الميليشيات التابعة لمجرم الحرب المنشق حفتر الانقلابي أصبحت أموره الآن في حالة من الذعر والهلع، وأصبحت هنالك مطالبات دولية لإنقاذ حفتر من هذا، وبدأت معاملات ما يسمى المبادرات ومحاولات ما يسمى تثبيت وقف إطلاق النار تضغط من هنا وهناك. وبالتالي تصريح الأمس من قبل الرئيس الجمهوري رجب طيب أردوغان بعد مهاتفته لترامب كانت واضحة بأن لا يمكن الحديث عن عملية سياسية في ظل من تلطخ اقتداءه بالدماء، وكان التعبير المباشر ليقف من يقف مع حفتر لن يكون له أي مستقبل سياسي ويجب أن يحاكم كمجرم حرب. هذا هو الموقف التركي يا سيدي، وهذا الموقف التركي ألقى بذراعه بقوة في المباحثات الهاتفية بين ترامب وبين أردوغان، الذي قال ترامب موقف تركيا هو موقف ناجح. الإصدارة الدولية والدعم، لا نتكلم عن دعم وإنما فقط تصريحات سياسية إيجابية من أمريكا تؤيد بأن تركيا هي لن تتخلى عن دعمها للشرعية في ليبيا، وعن أن حكومة الوفاق يجب أن تمضي بقوة لبسط سيطرتها بالكامل على سيرت، وتنطلق إلى ما بعد ذلك قاعدة الجفرة، ثم تنطلق إلى ما بعد ذلك إلى كامل الأراضي الليبية. وحدة الأراضي الليبية مطلب أساسي للحكومة الشرعية ومطلب أساسي لكل حر من الليبيين، وتركيا داعمة لهذا التوجه، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي حل سياسي ليبي وطني في ليبيا في ظل من قتل ومن تلطخ اقتداءه بالدماء. هذه هي الرؤية التركية. نعم سيد يوسف، يعني بالحديث عن سياق آخر، هناك أخبار تقول بأن يعني سبب عدم انسحاب الروس كان لسببين، السبب الأول أنه يوجد يعني بعد احتجاز العميلين الروسيين اللذين تواصلا مع سيف الإسلام القذافي، هذا لسبب بأنهم يعني يريدون استرجاعهم، والسبب الآخر لبحث مكاسب على الأرض. يا سيدي هنالك اختراقات قوية جدا للموساد الإسرائيلي باستخدام الروس المرتزقة الروس، سواء كانوا عمال أو كانوا مهندسين أو موظفين أو حتى جنود أو مرتزقة، وهذا واضح تماما. وبالتالي الاستخبارات التركية هي التي دعمت حكومة الوفاق بمعلومات عن هؤلاء المتسللين أو المتغلغلين من عملاء الموساد الإسرائيلي ضمن الصفوف الروسية الموجودة، وروسيا تنكر بأن لديها قوات وأن لديها تدخل رسمي، ولكن الوقائع تقول غير ذلك. تصريح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان قال بالحرف الواحد ليلة أمس هنالك 19 طائرة روسية موجودة في ليبيا، وهنالك ما يزال الجنود الروس موجودون، الميليشيات التابعة لشركات فاغنر الخاصة وغيرها موجودون، وأي انسحابات بالمناطق هنا وهناك انسحبوا إلى مناطق داخل الأراضي الليبية لم يخرجوا من ليبيا بالمطلق. وبالتالي التطورات في ليبيا الإيجابية والانتصارات الموجودة أزعجت روسيا كثيرا، لأن حفتر يعتمد على روسيا بشكل مباشر، وروسيا استثمرت في حفتر وهو الآن يخسر. لذلك أي تبريرات وأي حجج في عدم انسحاب القوات الروسية بالوكالة من خلال الشركات الفاغنر الخاصة أو الميليشيات المرتزقة التي تعمل لحساب روسيا من هنا وهناك، هذا لن يبرر ولن يعطي الأحقية لروسيا لكي تبقى.
وهي تعتبر الآن في موقف الخطأ. وبالتالي تصريح رجب طيب أردوغان كان أيضا واضح بالأمس عندما قال سيكون لدي مباحثات أو اتصالات مشتركة مع بوتين، بناء عليها سيتم تحديد خارطة الطريق في الوضع روسيا في الملف الليبي. يجب على روسيا أن تكون داعمة لتركيا وأن تدعم الحكومة الشرعية، وأي تصرف خارج هذا النطاق فسيكون في الموقف الخطأ. تركيا تضغط بقوة سياسية ودبلوماسية على روسيا لكي يتم إخراج المرتزقة والجواسيس الذين يعملون لصالح دول أخرى، وهذا سيستمر إلى أن يتم تحقيق الأهداف المرجوة. لا تراجع من قبل تركيا، وإذا لم يكن هنالك دعم من روسيا في الاستجابة للمطالب التركية فأتوقع أن روسيا ستكون الخاسر الأكبر. نعم أشكرك سيد يوسف كاتبولغو المحلل السياسي التركي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.